ضد التنصل من المسؤولية بدعوى بغيت نشتغل وما خلونيش نشتغل. لا، حزب العدالة الوطني يتحمل مسؤوليته بوصفه قائدا لما يمكن أن نسميه ائتلافا حكوميا حاليا. ما يمكنش لنا بأي حال من الأحوال بغينا هذا الحزب ولا ما بغيناش، عجبنا ولا ما عجبناش، ننفيو أن الناس عاودوا صوتوا عليه بعد التجربة حكومية بحال اللي عملوا الناس مع تجربة الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي. العدالة والتنمية، يعني هل في نظرك يمكن نقول أنه تعرض إلى نوع من المسخ؟ أنا كنقول لك بأن حزب العدالة والتنمية يحتاج عملياً وواقعياً إلى ولادة جديدة. وأديت الثمن اللي خصني نأديه ودخلنا في نقاش، يجب على حزب العدالة والتنمية إعادة النظر في الجينات المؤسسة لخطابه، لأنه انتقل من مرحلة الحركة الإسلامية بعدها الحزب في المعارضة وقاد لأن تجربتين حكوميتين، كان واحد النوع ديال الخفة والتسرع في إصدار أحكام على تحالف عند بعد سياسي مع البنك. الحزب الضعيف هو الذي يخشى حركية حزب آخر. أنا عندي مشكل واحد، أن هذه الحركية تكون مدعومة مثلا من طرف الدولة. حزب العدالة والتنمية عنده إلا بغيتي واحد تضخم للأداة التنظيمية والحركية ديالها. كيجي شي واحد كيقول لك أسئلة حسمت منذ 14 قرنا فضينا، ما يمكنش. الحلال والحرام كاين عند المغاربة كلهم بوصفهم مسلمين. القانون الجنائي ليس مجال التحريم والتحليل، القانون الجنائي هو مجال التجريم. ودونة الأسرة تبنى لنا تقاطب تخيلنا من خلاله بأنه راه غتوقع واحد الحاجة غتمسخ هوية المغاربة. وما كناش كنقدوا في واحد الوقت نقبلوا وانا صغيرة بلفظ المساواة. اليوم نتبنى واحد الخطاب فقط لأنني بغيت نجيب منه نتائج انتخابية، والغد لي هذه ماشي حالة حزب العدالة الاثنين. اختزال البرلمان مثلا في هادشي ديال التعويضات وهي ثقافة الإطارة، ولكن ما نقولوش أن البرلمانيين راه مجموعة من الانتهازيين اللي ما حاضرين حتى شي حاجة غير كياكلوا الحلوى، حنا ما عندنا علاقة بهذا. لذلك أنا من النهار الأول قلت أنظمة التقاعد في البرلمان المغربي يجب إلغاؤها.